ومن يرغب من ابناء القبائل. وهذا هو الشوط الاول. هذا هو الشوط الاول مشاهدينا الكرام على ارضية ميدان الشحانية، معلنة الانطلاقة الاولى وشوط رئيسي لقاية قعدان للشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل. مسافة هذا الشوط هي 5 كيلومترات، 5 كيلومترات جوائز هذا الشوط. الجائزة الاولى بندقية ذهبية، واضافة الى البندقية مبلغ وقدره 30,000 ريال. حتى المركز العاشر تتسلسل جوائزنا النقدية القيمة. اول كيلومتر مشاهدينا الكرام تقريبا من بداية الانطلاقة، وهذه مقدمة الشوط. ها هو مدلل يتدلل ويقود هذه المسيرة، وتعود ملكية مدلل للسيد حمد بن عبد الهادي البريدي، مسيطرا على مجريات الامور في هذه البداية. واول ما اذيعه في المركز الثاني ارى شعار بن قمرة حريص يحتل المركز الثاني للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري في لحظات انهاء الكيلومتر الاول من ال5 كيلومترات، ويتسلل حريص الى المقدمة، بينما هناك ايضا مشهور يخطف المقدمة من حريص للشيخ عبد العزيز بن فهد الثاني، ويضمر مشهور سيد فرج بن ناصر بن حفيظ المري. وفي المركز الثاني الحساس لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر السيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. نقله على المركز الثالث لنرى حريص للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري. وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام اللي يحتل المركز الرابع الظبي للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. وفي المركز الخامس من الجانب الثاني، من الجانب الثاني على الكادر التحتاني في المركز الخامس للطام للسيد خالد بن راشد بن متعب بن حباب الهاجري، نقله على المركز السادس. ويحتل المركز السادس للطام ايضا للسيد حمد بن علي بن جرحب المري. يليه في المركز السابع عنيف، الله يا عنيف، الله يا عنيف، ديروا بالكم على عنيف، تعود ملكية عنيف للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي، نقله على المركز الثامن. ومكلف يحتل المركز الثامن للسيد حمد بن مبارك بن ضعيف. ودور المركز التاسع مشهور السيد عبد الله علي بن عبد الهادي بن عبده المري، ونقله على المركز العاشر وهو مياس للسيد عبد الهادي بن محسن الشهواني. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره. والبندقيه الذهبيه يا مشاهدينا ويا مستمعينا الاعزاء عبر الهواء مباشره. هذه عودتنا الى مقدمه الشوط، وهذا الكادر الفوقاني ومشهور ومنافسه مع الحساس، مشهور في المقدمة، تعود ملكية مشهور للشيخ عبد العزيز بن فهد آل ثاني، وتعود عملية التضمير عند الشاب المشهور أيضا فرج بن ناصر بن حفيظ المري. بينما الحساس يتسلل الحساس لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني ليحتل المركز الأول، ويرافقه بالتضمير ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. دور المركز الثالث في ندائنا الثاني لنرى هذا العنف اللي يقدمه عنيف على المركز الثاني وعلى المقدمة للسيد جابر علي بن جابر بن حسين البريدي والظبي. يتقدم ويحتل المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. في المركز الرابع مشهور للشيخ عبد العزيز بن فهد الثاني، المضمر السيد فرج بن ناصر بن حفيظ المري. وفي المركز الخامس حريص اللي يملكه السيد صالح بن حمد بن قمرة، ويضمر حريص من المضمرين حمد بن محمد بن جهويل المري، مضمر حريص. بينما المركز السات
لا لا في المركز السادس اللي تقدم، خذ المركز الخامس اللي هو للطام للسيد حمد بن علي بن جرحة بالمري، واللي غير اللي غير عليه وخذ منه المركز الخامس للطام او لملوم للسيد هادي بن سالم بن عذبه المري، وهناك دخول من الفائز اللي في المركز الخامس للسيد جابر بن متعب المنخس، بينما المركز السادس هذا حامل رقم أربعة مزاح في المركز السادس للسيد مبارك بن محمد بن قطامي، المركز السابع حامل رقم ثمانية مشهور للسيد مشهور للشيخ عبد العزيز بن فهد الثاني، انضم للسيد فرج بن ناصر بن حفيظ، وفي المركز التاسع مكلف للسيد حمد بن مبارك بضعيف، المركز العاشر مشهور للسيد علي بن عبد الهادي بن عبد المري، وهذه نتيجتنا. وخلونا نعود يا مشاهدينا الى رقص الظبي، الى الرقص اللي قدم الظبي في المقدمة، والبندقية الذهبية الخاصة باللقاية بانتظار هذا العرض، وراعي هذا العرض وراعي هذا الرقص المتواصل بكل قوة من خلال احتلال الظبي للمركز الاول ولصدارة هذا الشوط للسيد سعيد بن طفله المري. كيلومتر واحد يتبقى من الخمسة كيلومترات مشاهدينا الاعزاء، وها هو الظبي كالظبي مشاهدينا شاردا الى البندقية لينتزع هذا الفوز الاغلى في هذا اليوم الخاص باللقاية للشيوخ ومن يرغب من القبائل. وفي المركز الثاني هناك ملاحقة، هناك راية وتحذير، هناك راية خطورة من عنيف اللي في المركز الثاني يتجه الى الظبي للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي. وفي المركز الثالث الفائز يحتل المركز الثالث، تعود ملكيته للسيد جابر بن متعب المنخس. ولكن خلوني اعود الى المقدمه، المعركه طاحنا على البندقيه، الذهبيه ما بين الظبي وايضا عنيف. الظبي لا زال مصرا على البقاء في مكانه، مصرا على البقاء، ولكن عنيف، الله 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 يا عنيف، البندقية الذهبية يخطفها عنيف، مشاهدينا الاعزاء، ينتزعها عنيف للسيد جابر بن عبد الهادي، للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي، هو الاقرب للبندقية الذهبية من خلال هذا العرض مشاهدينا الاعزاء، وهذا الاداء اللي التلقائي اللي قدمه في لحظات الوصول. ويبدو هناك خطورة من الظبي، ان لم يصل انيف الى خط النهاية الظبي يسعى ليطالب بحقوقه المنهوبة. الظبي وعنيف عنيف حتى هذه اللحظة، مسيطرا ومنتزعا للذهب. تهانينا للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي على فوز عنيد بالبندقية الذهبية. وفي المركز الثاني الظبي للسيد سعيد بن محمد بن طفره المري، والثالث الفائز للسيد جابر بن متعب المنخس. المركز الرابع مزاح للسيد مبارك بن قطام المري، والخامس للسيد سعيد بن سالم بن سالمين المري. المركز السات الوعد للسيد مضعم بن فرحان الشمري، والمركز الثامن لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز التاسع للسيد صالح بن حمد بن قمر المري، والعاشر اللي هم كلف للسيد حمد بن مبارك بضعيف. هذه نتيجتنا، هذه ايها الاخوة مشاهدينا الكرام. وعنيف ينتزع البندقية الذهبية الخاصة باللقاية، قعدان لاصحاب السمو والسعادة الشيوخ والراغبين من ابناء القبائل بالمشاركة. وها هو عنيف يقطع الخمسة كيلومترات بفترة زمنية مقدارها ثمان دقائق، ثانية واحدة فقط، سبع اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي.
المركز الثاني من نصيب الظبي اللي قطع المسافة ايضا في 8 دقائق ثانية واحدة 19 جزء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. وفي المركز الثالث الفائز للسيد جابر بن متعب المنخص. تهانينا. توقيته الزمني للخمسة كيلومترات 8 دقائق 5 ثواني 11 جزء من الثانية. هذه نتائج الشوط الأول الرئيسي مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وما هي إلا لحظات إن شاء الله ونتواصل بالشوط الثاني. وها هي البندقية قوة وأعلن هذا الفوز المستحق للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي.